صلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله، ورجعت لكم فيديو جديد وبمذاق جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. بالنسبة للوصفة بتاعت اليوم نستعملوا حلوى بأربعة الأشكال، إن شاء الله تنال إعجابكم وبمقادير خفيفة ما كثيرة كيف ما كتشوفوا قدامكم، وبكميات وفيرة إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للبنات اللي أول مرة كتشوف القناة بتاعي اكتشفت هذا الفيديو، نتمنى أنك تشتركي في القناة وتدقي الجرس باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. والبنات اللي يلا دخلوا عندي مرحبا بكم، نهار كبير هذا. بالنسبه للمكونات عندنا كاس ديال السكر السنيده بمقياس كاس العنبه، غنكتب لكم بالجرام في صندوق الوصف. عندي نص كاس ديال الزيت، عندي الدقيق 500 غرام ديال الدقيق نوعيه ممتازه، وعندي هنايا 200 غرام تاع الزبده بدرجه حراره الغرفه، وعندي هنايا جوج بيضات، وهنايا عندي معلقه كبيره ديال البيكنج باودر خمارات الحلويات. ندعو على بركه الله. بسم الله. بالنسبه للبنات اول حاجه حطينا الزبده ونضيفوا عليها السكر كاس السكر، ونخدموا مزيان بيدينا حتى تولي لنا كريمي، يعني نبقاو نخدموا فيها مزيان 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 حتى تذوب لنا السكر مع الزبده ويبقى لنا القوام كريمي جدا. تندخلوا فيها كلها. هنا ملي ندخل الزبده مزيان كيف ما كتشوفوا الزبده ولات كريمي بهذه الطريقه هذه، يعني بهذه الطريقه نضيفوا نص كاس الزيت تاعنا، نحاول ندخلوه كامل فيها حتى هي بشويه بشويه، وحنا كنحركو حتى ندخلو هادشي مع بعضياتو مزيان بهاد الطريقه هادي. وفي نفس الوقت كنذوبو في السكر، السكر كيذوب بشويه بشويه، كيذوب مع التحرك كيبقى يذوب لينا. من بعد ما دخلناه مزيان ضفنا البيضه الاولى والبيضه الثانيه، يعني زدنا جوج بيضات، ونخلطو عاوتاني هادشي كله مع بعضياتو تينسجم لينا كلشي مزيان، يبقى لينا خليط كريمي زوين ان شاء الله. صافي انا من بعد ما حركناه مزيان بهذه الطريقه هادي نضيف الدقيق بشويه بشويه، وانا كنضيف الدقيق حتى ندخل العجينه كامله. اول حاجه نضيف الدقيق ونضيف عليه خميرة تاع الحلويات، يعني خمارة واحدة بوزن 100 غرام 800 غرام، وغنضيف شوية تاني ديال الدقيق من الفوق ونخلط مزيان، نبقى انا غادا غادا حتى نجمع العجينة بتاعي. نبقى نضيف الدقيق بشوية بشوية وانا كنجمع العجينة بتاعي بهاد الطريقة هادي، بشوية بشوية تندخل فيها العجينة كاملة، والعجينة تجينا رطبة ما تجيناش قاصحة بزاف، ولا تجينا رطبة زوينة ان شاء الله بإذن الله. صافي نبقى غادا بهاد الطريقة وانا كنلم في العجينة بتاعي، انا غادا وكنضيف الدقيق بشويه بشويه وندخلو مزيان حتى نوصل للقوام اللي بغيت انايا. كل ما نحط شويه ندخلو مزيان مع بعضياتو باش ما يبقاوش لينا داك الكويرات ولا الحبيبات بتاع الدقيق. صافي كنزيد بشويه بشويه انا غادا حتى ندخل كلشي. من بعد ما جمعتهم البنات كتجي عجينة عندنا بهذه الطريقه هذه، وتكون خفيفه بهذا الشكل هذا. صافي نبدا ننكه كل وحده مع بعضياتها. انا عندي وحده هنكها بهذه الطريقه هذه، عندي لها النكهه بتاعت الفاني، وطبعا النكهات يبقى لكم على حسب الاختيار بتاعكم شنو بغيتوا تحطوا في النكهات بتاعكم. عندي فيها نكهه الفاني ونخلطها مزيان مع بعضياتها حتى تنسجم ليا، ندخل فيها الفاني كله، ندخلها مزيان بهذه الطريقه حتى تشرب ليا الفاني كله بتاعها. ممكن تستعملوا فاني السكر السنيده بتاعه الفاني حتى هي تستعملوها. انا علاش بغيتش نستعملها في الاول؟ حيت بغيت ندير كل عجينه بالنكهه بتاعها الخاصه. صافي هنا من بعد ما دخلنا العجينه بتاعنا الفاني نكورها ونخليها على جنب، وندوز العجينه الثانيه بهذه الطريقه ونحلها. نضيف ليها هذه معلقه تاع اللوز حمرته وهرمشته بهذه الطريقه هذه، معلقه ديال اللوز، وندخل فيها كله مع بعضياته حتى تاخذ لنا القوام تاع اللوز كامل. صافي ندخل فيها بشويه بشويه، وانا كندخل حيت العجينه عندنا مكسره كتجي هشه ورطبه جدا ولذيذه بزاف. صافي من بعد ما دخلته مزيان بهذه الطريقه
نجمعها نحطها في مكان ثاني بهالطريقه. بالنسبه للثالثه نرجع هنايا، بالنسبه للثالثه عندي هنايا الاكاجو محمر ومهرمش حتى هو، ونضيف له معلقه، المهم نضيف له معلقه كبيره، ونخلطو حتى هو مع بعضياته بهذا الشكل هذا. كيف ما كنجمعوا هذا نجمعوا هذا وننكو، وانتم على حسب النكهه اللي تحبوا، على حسب النكهه اللي تحبوا تدخلوها فيها. صافي نجمع هذا بحدو وندوز للثالثه الرابعه. بالنسبه للرابعه انا نحلها كيف ما حلت الاخرين بهذه الطريقه، وغنضيف ليها معلقه كبيره ديال الكاكاو. نبدا بها هذه الاولى، نشوف اللي ما عطانيش اللون مازال اللي بغيت نزيد معلقه الثانيه تنجمعها بها كلها. بالنسبه للكاكاو تخليه هو الاخر باش ما يجلخش لكم العجينه الثانيه ولا يوسخها لكم، حيت هو لونو انتم كما عارفين لونو كحل. صافي ندخلها فيه، نزيد بشويه بشويه حتى نحصل على اللون اللي بغيت انا. انا ضفت معلقه هنايا كبيره، نشوف واش يحصل على اللون اللي بغيت، ما حصلتش عليه نضيف معلقه واحده اخرى ثانيه. صافي هنا حصلنا على اللون اللي بغينا بهذا اللون هذا، يكون غامق بهذه الطريقه هذه، ونحطهم على جنب وندوزو الطريقه تاع التشكيل تاع العجينه. بالنسبه للشكل الاول البنات، انا عندي هنايا بيض البيض، درت جوج بيضات تاع بيض البيض، ونضيف لهم معلقه تاع الزهر بهذه الطريقه، ونحركهم مزيان تنسجم ليا كلشي مع بعضياته. صافي هنا من بعد ما خلطتهم مزيان، عندي هنا اكاجو اللي استعملت في العجينه تاع اكاجو، يعني العجينه اللي درت فيها اكاجو غندير فيها اكاجو مهرمش. نجمع ناخذ العجينه الاولى بهذا الشكل هذا، ونشكل كيف ما قلت لكم، ونشكل كويره بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه. جينا بحال هكايا بهذا الشكل. صافي قدوها مزيان وندوزها في البيض الاول، ومن بعد ندوزها في الاكاجو اللي انا استعملت فيه في الاول في العجينه. هذا العجينه الاولى اللي استعملنا. صافي نحطها على جنب. عندي هنايا طاوه، انا ديجا استخدمت وحده وحطيت وحده في الطاوه في حال هكايا. انا درت بها قاعده الزبده، ممكن تستعملوا نتوما الطاوه تدهنوها بالزيت، يبقى لكم على حسب الاختيار. نبقى غير بهذا الشكل هذا حتى نجمعها كلها. صافي وهنا البنات من بعد ما سليناها كلها نجدوهم نتقبوهم من الوسط بهذه الطريقه هذه، نبقاو غاديين ونتقبو بهذه الطريقه، وحنا كنمسكو بشويه بشويه. صافي تكتسكب لينا مزيان بهذه الطريقه، نبقاو غاديين بهذا الستيل كله بحال هكايا، ونشدو من الوسط ونقادو بشويه بشويه حتى تكسر تقب لينا من الوسط. صافي الطريقة، ونجمعو باش ما تحلش لينا العجينه كلها، غير بشويه بهذا الشكل هذا. وانا غدا كنتقبهم كلهم، ونجمع غدا نتقب ونجمع العجينه تاعي بهذا الشكل هذا، وانا غدا حتى نسليهم كلهم. وهنا البنات خلصنا سلينا الشكل الاول، كيف ما كتشوفوا ندخلوه الفران ديجا سخون على حراره 160 ونقصوا على 100، طيب على راحتها من تحت. ومن بعد ملي كطيب راه كتنفخ، طيب نص طيبه تشوفوا هذا قرب يتسد ثاني، ووركوا عليه عاوتاني بنفس الطريقه اللي وركنا عليه باش ما تقفلش لينا التكباب تاعنا. هنايا ندخلوها الفران ديجا سخون على حراره 160 ونقصو على 100، وطيب لينا من تحت على راحتها، ومن بعد نخليوها من الفوق هي تشد لينا راسها، ونرجع لكم على الشكل الثاني ان شاء الله. وبالنسبه للشكل تاع اللوز، لان درتو لداخل بنكهه اللوز، جبت اللوز مهرمش وبنفس البيض اللي استعملت بالزهر، ناخذ الشكل تاعي نديروه على شكل هذا الشكل هذا، ندوروها مزيان بنفس الشكل الاول، غير حنايا نشدوها مزيان ونضغطو عليها بهذا الشكل هذا، ونقادوها مزيان بهذا الشكل، ونقادوها على شكل دائرة متوازنة. صافي نحطها في البيض ونهزها ونخليها تاخد ليا وجه واحد تاع المكسرات تاع اللوز.
بهذه الطريقه هذه. صافي البنات بهذا الشكل هذا، نحطها في نفس الطاوه، طاوه ثانيه تكون ديجا دخلنا الثانيه، حنا دخلنا الاولى والطاوه الثانيه عاوتاني نحطو فيها الشكل هذا. نبقاو غادي بهذا الشكل هذا تنسريوها كلها. اول حاجه ندور بهذا الشكل هذا، نضغط مزيان، نقاد الجوانب حيت العجينه تاعنا مكسره بهذه الطريقه. بالحق هاد الحلوه كتجي لذيذه جدا جدا، بنكهات مختلفه وسهله ورائعه جدا، يعني ما فيهاش العذاب، ما فيها حتى شي حاجه. بهذا الشكل هذا ناخذ غير وجه صافي بهذا الشكل، ونحطها في الطاوه تاعي. صافي البنات هذه العجينه بتاعت اللوز اللي درنا فيها النكهه بتاعت اللوز. نجمع الاول بهذه الطريقه، نشوفوا نتوما على حسب كميه العجينه اللي تكون على قد الكميات الحلوه، ونهبط ونقاد. حنا استعملنا حلويات بلا طابع بلا حتى شي حاجه وشكل رائع، مازال فينا نزوقهم ان شاء الله بهذا الشكل هذا. ونحط في البيض، نخليها تهز ليا وجه واحد بهذه الطريقه صافي، نسليها كلها ونرجع لكم ان شاء الله. بالنسبه للشكل تاع الفانيا البنات اللي بالمذاق بالفاني، عندي نفس الشيء هنايا البيض كيف ما باقي عندي، باقي ليا، وعندي هنايا اللوز ايفيلي لوز شرائح. واخا نشد هذا الشكل هذا ونروليه بهذه الطريقه حتى نجمع مزيان بهذه الطريقه، ونروليه بالراحه ونقاد من هنايا تيجينا مقاد نيشان بحال الطريقه صافي بهذا الشكل هذا. جينا رولي بحال السيجار، قادو ونزيدو نقادو من هنايا بشويه بشويه حتى نقادو مزيان بهذا الشكل هذا. نشد انا ندير الوجه تاعو نسدو مزيان بحال هكا، وندير الوجه الثاني باللوز ايفيلي بهذه الطريقه، يهز ليا اللوز كامل بهذه الطريقه هذا البنات. عاد نزيد بهذا الشكل، وانا ساليت الشكل الثالث. نعاود معكم وحده اخرى، نشد عجينه ونجمعها مزيان بهذا الشكل هذا هكايا تتجمع ليا، ونبدا نرولي ونجمع من جناب هاد الشكل هذا، تنقادوها ونبدا نرولي وعادي، يعني حاجة بسيطة جدا ومنظرها هائل بالطريقة. جينا نفس العرض ونفس القياس، يعني حنا كنستخدمو بلا مرشم بلا طابع بلا والو، غير بيدينا بهذا الشكل هذا. وندير الراس هكايا ونجمع اللوز ايفيلي واللوز شرائح بهذا الشكل هذا صافي البنات كيفما كتشوفوا، ونحطها في الطاوه بهذا الشكل. الطاوه نفس الشيء استعملنا ورقة الزبدة أو دهنوها بالزيت. نبقى هذا بنفس هذه الطريقة، تنسليهم كلهم ونرجع لكم. بالنسبة للشكل الرابع البنات، كما كتشوفوا العجينة تاعنا ناخذ منها شوية بهذا الشكل هذا. هذا الشكل الرابع تاع الشوكولاتة كاكاو، نحاول نطلقوا العجينة نحربلوها بهذا الشكل هذا، ونحطوها على سطح العمل ونديروها حبال اللي يكون متوازن، ومن هنا رقيق شويه، من هنا يكون عامر شويه، وبنفس الشكل وهنا نرقوه شويه، ونجيبو الشكل تاعنا بهذا الشكل هذا باش كيجينا بهذا الشكل صافي البنات. كنتما كيفما كتشوفوا الشكل الرابع تاعنا، نبقى غادا بنفس هذا الشكل تنساليها كلها. نعاود معكم وحده اخرى، نطلقها اول حاجه بيدي حبال باش ما تكسرش لينا،
ونجبد نعاودها بشويه، يكون من هنايا عامر شويه ومن هنا رقيق شي شويه بهذا الشكل هذا، ندوزها بحال هكايا ونسدها ونشق الصلصه على هذا الشكل هذا. نبقى غاد بهذا الشكل هذا، ترجع لكم ان شاء الله. وهنا البنات سلينا الحمد لله الحلوه طابت لينا وكلشي الحمد لله كما كتشوفوا الشكل النهائي تاعها بهذا الشكل هذا، وهذا طلع لينا بهذا الشكل كما كتشوفوا، كتجي رائعه جدا الشكل هذا. وهذه طلعت لينا بهذا الشكل هذا تاعت اللوز ايفيلي. نبداو على الزواق تاعو. عندي دابا هنايا الشوكليت ذوبته في حمام مريم كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه، وعندي شويه ديال بيستاج بيستاج هنايا فستق طحنته، وعندي هنايا الزنجلان اخضر. اول حاجه اش غنديرها، نبدا بهذه نزوقها هي الاولى، ندير نصها نص زنجلان وحده فستق بهذه الطريقه هذه، نغمسها مزيان من وجه، وعند ندير اول حاجه تنقطرها مزيان، وعندي ليها فستق اي الاكاجو الطريقة هذه أول وحدة. وطبعا التزويق يبقى لكم على حسب الاختيار بتاعكم، ونحطها في بلاصة حطيت فيها قاعد بهذا الشكل هذا، ونخليها تجمد على راسها على راحتها. نعاود الشكل الثاني، ونبقى غادي ندير وحدة فستق ووحدة زنجلان باش كيعطيني منظر زوين ورائع. بسم الله الطريقة، ونزوق وحده الزنجلان بهذا الشكل هذا، ونحطها تنشف. وانا غادي بهذه الطريقه تنسليها كلها، ندير وحده فستق يعني اكاجو ووحده الزنجلان تنسليهم كلهم بهذه الطريقه. تل الاكاجو كيعطيها منظر رائع الا كان اللون تاعو اخضر بالطريقه هذه. صافي نبقى غاد بهذه الطريقه تنساليهم ونرجعوا للشكل الثاني. هنا البنات من بعد ما ساليناهم نزوقهم، شدينا الشوكولات ابيض درنا في بلاستيك وتقبنا تقيبه صغيره من تحت، نشكلوهم كخطوط بهذه الطريقه كيعطي منظر رائع. صافي نبقى غاد بهذا الشكل تنساليه كله. نزيد عاوتاني الجهة التانية بهذا الشكل هذا، نبقى غادا بهذه الطريقة تنساليه. هنا من بعد ما ساليناهم نحطوهم تيبردو لينا وندوزو في الشكل التاني. بالنسبة لهذا الشكل هذا تاع الكاوكاو بإمكانكم تخليوه هكا، ولكن أنا بغيت نفضل نزوقو بشوية بالشوكليت بهذه الطريقة. يبقى لكم على حسب الاختيار تاعكم. صافي بالطريقة تنساليه كل. بالنسبة لهذا الشكل هذا انا درت شنو درت، درت هنايا في هذه الكاسرولة درت فيها كونفيتير اللي في هذا اللون هذا اللي كيف ما كتشوفوا احمر. بالحق انا ما درتش كونفيتير بتاع الفريز، درت الكونفيتير بتاع دابريكوت بتاع المشماش، وشديته درته في الكاسروله اللي هو سائل ماشي اللي فيه الحبيبات، سائل ودرته في الكاسروله هذه، ودرت فيه الملون الملون الطبيعي، ودرت فيه النكهه بتاع التوت نعمر به هنا، ونبقى نعمر
في الحلوة بتاعي بهذا الشكل هذا. بسم الله غدا تنعمرهم كاملين كما كتشوفوا اللون احمر، عطانا لون احمر رائع ومذاق رائع جدا بهذا الشكل هذا. وحاولوا انكم ما تكرسوش الجوانب باش ما تخسرش معكم الحلوه. صافي بقى غدا كنعمر فيهم، نسليهم كلهم ونرجع لكم ان شاء الله. وبالنسبه لهذا الشكل هذا الاخير احنا سالينا، نديروا عليه سكر كلاصي بهذه الطريقه، هرشيشه خفيفه باش كيعطينا منظر رائع، وحتى كان مذاق كيعطينا مذاق زوين. صافي وحنا سالينا الحمد لله، وخلينا الاخرين تاع الشوكليت كينشفوا، اللي عملنا به المربى حتى هو كينشف بهذه الطريقه هذه، كيجي رائع. شو كنقرب لكم الكاميرا باش تصفى مزيان كما كتشوفوا، كيعطي منظر رائع. وهنا البنات حصلنا على مجموعه رائعه جدا من الحلويات المغربيه الرائعه جدا، كما كتشوفوا من بعد ما شكلتهم في بلاطو كيعطيو منظر رائع وراقي جدا، وكتنفع في المناسبات في الحفلات في الاعياد ميلاد خروج تاع النجاح تاع كلشي تاع التخرج، اي حاجه كتنفع. وكل مذاق مختلف على مذاق، يعني هي عجينه واحده والاذواق مختلفه. ان شاء الله البنات تنال اعجابكم ان شاء الله، وتعجبكم بزاف بزاف صدقوني، لانها رائعه وهشه طريه يعني ما تشبعوش منها. ودعيو معايا ان شاء الله ربي يحن علينا وربي يرفع هذا الوباء والبلاء، وعيدكم مبارك سعيد ان شاء الله باذن الله، وكل عام وانتم بالف خير. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتدقوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وكل يوم وصفه جديده باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.